النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن وكالعاده الاول خلونا نبتدي بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها اجتماع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعه تطوير منظومه الصحه في مصر. وخلال الاجتماع وجه سيادته بمواصله الجهود الجاريه لتحسين اتاحه وجود الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين. صحيح، امبارح ايضا مجلس الوزراء وافق على تخصيص 30 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية. أما البابا توادروس فقد استقبل وفد من الاتحاد الأوروبي من أجل بحث وتوطيد العلاقات المشتركة. تفاصيل وأخبار تانية هنعرفها في السياق التقرير القادم. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطوير منظومة الصحة في مصر. وخلال الاجتماع وجه الرئيس بمواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وقال إنه ملف الصحة بيحتل أولوية متقدمة في جدول أعمال الدولة وبيحظى باهتمام كبير وعمل مكثف للتغلب على التحديات الهيكلية اللي بتواجهه بهدف التحسين المستمر لمنظومة الصحة بما يحقق صالح المواطنين المصريين من جميع الفئات. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة آخر مستجدات ومقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد. وخلال الاجتماع تم التوافق على عدة نقاط تتعلق بالبرنامج الجديد لدعم الأعباء التصديرية، تتمثل في أن المدى الزمني للبرنامج الجديد بيصل لثلاث سنوات، والتكلفة التقديرية للبرنامج في عامه المالي الأول بتتراوح من 28 ل 30 مليار جنيه، ومن المقرر أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول يوليو المقبل. امبارح استقبل قداسة البابا توادروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مارغريتيس سيكيناس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وكريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر والوفد المرافق لهما. من جهته أشاد السيد مارغريتيس سيكيناس بدور مصر المحوري وإنها شريك أساسي للاتحاد الأوروبي، واستفسر من قداسة البابا عن حرية الأديان ووضع المسيحيين في مصر. وقال قداسة البابا خلال اللقاء إن الكنيسة القبطية هي أقدم كنيسة في الشرق الأوسط، وإن مدينة الإسكندرية هي أول مدينة قبلت الإيمان المسيحي في قارة إفريقيا. امبارح استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات، استعرض أهمية إطلاقها للوقاية من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، وحيث تعد أول وثيقة معنية بخفض الطلب على المخدرات على المستوى العربي وتشكل إطار استرشادي لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب على المخدرات في ضوء المعايير الدولية. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، كان منها طرح خضروات وفاكهة بأسعار مختلفة ومخفضة للمواطنين في محافظة الوادي الجديد، وكان منها أيضا تجهيز 2100 وجبة إفطار يوميا لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظة سوهاج. معنا كمان يا مصطفى في محافظة بورسعيد أنه تم إجراء 110 ألف عملية جراحية منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي، وكمان افتتاح معرض ماراثون الإبداع بجامعة العريش في شمال سيناء، وأخبار تانية كتير هنعرفها في السياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الوادي الجديد اللي تم فيها توفير خضروات وفاكهة طازجة للبيع بسعر التكلفة بمقر مديرية الزراعة لرفع المعاناة عن المواطنين وخفض أسعار الخضروات والفاكهة والمنتجات الغذائية طوال شهر رمضان المبارك. في أسوان تم تنظيم 111 جلسة دوار للتوعية المجتمعية، وده بالتعاون مع مديرية الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية. استهدفت الجلسات توعية 5570 مواطن داخل 28 قرية ونجع بمركز إدفو، ده بالإضافة ل 12 قرية ونجع آخرين بمركز كومومبو. في سوهاج تم تنظيم فعاليات موائد فرحة رمضان بإجمالي 2100 وجبة إفطار يومياً، وده في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.
في بورسعيد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه تم إجراء أكثر من 110 ألف عملية وتدخل جراحي ما بين عمليات كبرى ومتقدمة ومتوسطة وصغرى وفق أعلى معايير الجودة العالمية وباستخدام أحدث التقنيات وطبقاً للبروتوكولات العلاجية المحدثة عالمياً. في شمال سيناء افتتحت جامعة العريش المعرض الدائم لماراثون الإبداع تحت عنوان أميرات عالم ديزني، وقام بتنفيذه مركز الابتكار ورعاية الطلاب الموهوبين بالجامعة. شمل المعرض مشروعات طلابية متعددة التخصصات بالإضافة لمجموعة من الأنشطة للأطفال الأسوياء وأخرى لذوي الهمم. في المنوفية أعلنت مديرية الصحة بدء التشغيل التجريبي للتسجيل اللحظي لميكانة التطعيمات في جميع الوحدات الصحية والمراكز الصحية ومكاتب الصحة، وتم التأكد من تنظيم الغرفة بما يتوافق مع خط سير العملية التطعيمية. في الشرقية أكدت الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل 3750 كيلومتر بترعة الصبابة بزمام هندسة ري هيهيا من إجمالي طول 4 كيلومتر، وده لخدمة زمام 4000 فدان وبتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 87%. وجري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخول الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد. في كفر الشيخ تم تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتم استهداف توقيع الكشف الطبي على 109 مريض في مختلف التخصصات. في الغربية تم تنفيذ حملات تفتيشية لمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية بالمحافظة ومدى توفرها بالأسواق، وتم تنفيذ 1371 حملة تفتيشية على 6601 منشأة وسوق ومنفذ بيع السلع بالمحافظة، وأسفرت الحملات عن 12431 مخالفة.